السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة منوعات أبو محمد في حياة أهل الريف. النهاردة مع بداية موسم ضم الغلة، جرارة دي عامل ضمامة من الخلف بتضم وتربط وقالب الديركسيون من ورا. فكرة كويسة بصراحة، كل معظم أهل مصر عاملين الفكرة دي، المصري مخترع. صلى على النبي. الله ينور يا معلم محمود، الله ينور، الله ينور. يلا بس عم ايمن، كنت بس كنت عم ايه حر يعني، احنا عز الطبر الاهلي وحر، ايه حر يعني، انا طول الارض ودي نجري وراها وناخد عندها. مش فخر ده يا عم ايمن؟ فخر ده؟ منور يا حاج فخر، منور يا حاج فخر. يلا يا عم، كل عاوز يضم بس كلها مستعجله. ايوه عندكم بقى اهو. سلام حضرتك، كده خد انت السلام ده بتاع الناس. انت ضميت خلاص ارضك؟ عمل بقى الريشه شويه عشان ما نقعدش نضم. معلم ليه تعمل لك صوره؟ خلاص حبيبي ابو بدر، ابو بدر طيب. الضمامات ديك عاوزة دايما تسلك لها عشان ساعات بتكلبش، عاوزة صبر شوية، عاوزة نسمع لمين. لا والله
هو محمود ابو مين بشرع الناس كده. ده مده دي من شوية؟ الجزء ده مطلوب من شوية؟ لا هو من هنا محمد النهاردة قصدي يعني؟ يا ما احنا برضه لسه صحافة كتير، لسه الموسم بيبتدي. الناس هتبتدي تضم بقى والموسم يخش. الدراسات هنا من يوم الساعتين اخترعوا عدوا له تعديل بسيط يعني في دراسه القمح بقى، خلاها تعمل تدرس له الرز. بيركبوا غربال الفول وبعدين بيشغلوا بابور، بيعلوش البابور قوي يعني يا دوبك يبقى مسنوق، يضمن ان هو يستفيد ان يخلي القش الرز يبقى زي التبس، والرز يطلع من لما كان يبقى ضرب ايه عصفورين بحجر. اسكت عليه الدور ده، انا كنت عجبني حاجه كده. ارجع